اهلا وسهلا بيكم مره تانية. المشاهد المؤسفه اللي انتم شايفينها دي فوق كوبري اكتوبر وشايفين الحشود اللي نازله دي حشود من الشعب المصري وشباب. كان في شبه مجزره بتتم عند عبد المنعم رياض، زملائنا بيكلمونا عايزين الاسعاف يتحرك هناك، في اصابات، يبدو اننا على اعتاب موقعه جمل الجديده، يمكن ان نفهم منها ماذا كان يحدث في مصر. احنا امام شغل ما فيهوش ريحه الوطنيه، احنا قدام مشهد في منتهى العنف ليس له اي مبرر سوى جماعه تحاول ان تفرض امرا واقعا على اراده شعب مش هيقدروا عليه مهما عملوا. الشعب اللي نازل انتوا شايفين الكر والفر والجري ده، انتوا ما حدش يعمل كده. اللي راح لناس مجتمعه في ميدان معروف ان الميدان ده بقى مكانهم، لو جولكوا رابعه العدويه الملايين دي كان ايه اللي هيحصل؟ اللي بتحصل دي جريمه. مرشدكم اللي كان بيتكلم من شويه عن الدم وعن الاخلاق وعن الضمير يقول لكم ان الدم حرام، ما انتوا بتتحركوا باشاره. اوعوا تصدقوا الكلام اللي بيقولوه على المنصه، ده كلام كذب، ده كلام مش حقيقي، لانه لو كلام حقيقي ما كانوش ناسهم راحوا عشان يموتوا المصريين، عشان يحتكوا بيهم ويضربوهم، عشان تسمعوا الخرطوش اللي كنتوا سامعينه اللي معاهم سلاح في كل حته. لو بيقولوا لكم ما تروحوش انتوا بتسمعوا الكلام، انتوا السمع والطاعه، انتم الولاء اللي ما تعرفوش غير حاضر ونعم وما بتشغلوش ده، ما بتفكروش انتوا بتستغلوا قد ايه. انتوا وقود معركه عشان هم يجنوا الثمار ويقعدوا على الكراسي ويشتروا القصور وانتوا مصدقينهم. ده فيديو من موقع البديل، شوفوا اللي داخل يضرب نار من فوق، ده لابس خوذة وده جاهز اهو. هي دي الشرعية بتاع الدكتور مرسي اللي بيدافعوا عنها. معاك حق والله، دي شرعية ولا شريعة يا جماعة؟ دي شريعة الغاب، ده شريعة شايفين حد متشال، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب ما يكون شهيد جديد من أبنائنا اللي دمهم سهل كده. القاتل اللي بيضرب نار ده، القاتل هي دي الوطنية بتاعتكم، هو ده الوطن اللي انتوا عايزين تحافظوا عليه، دي مصر. بس والله ما تقدروا عليها، والله. فرجنا على الشعب تاني، فرجنا على الشوارع تاني، فرجنا على الملايين اللي خضتهم وفزعتهم وقالت لهم انتوا حجمكم صغير. ده دول بس اللي في التحرير دلوقتي اللي قدروا يوصلوا وانتوا قافلين الطرق ومخوفين الناس. والشعب ده مش هيخاف، ومهما عملتوا مش هيخاف، واللي نزل بالملايين ما كانش خايف وهو في الحكم، وهو في الحكم. عايزين مرسي؟ كنت تقولوا له يعدل بين الناس، كنت تقولوا له ما يكلمش اهله وعشيرته، كنت تقولوا له انزل التحرير وفرجنا زي ما فتحت صدرك زمان، قولوا له استخبيت في قصرك ورا جنودك، ضحكت علينا وتقول لنا بتعدي على محطات البنزين، ده انت يا راجل بتمشي في وسط 60 عربيه، ده انت تكلفه قصرك لوحديها، ده انت الكباب والكفته اللي جبته في الفتره اللي كنت قاعد فيها انت واخوانك، هي دي المسؤوليه؟ ده الدين اللي بيقول لك عليه قلت نرشد نفقاته، وقاعدين تتكلموا عن الفساد، ما اتكلمتوش ابدا عن كم الفلوس اللي خدتوها، كم الفلوس اللي صرفتوها. كل اللي كنتوا بتفكروا فيه انتوا بس، فكرتوش في هذا الشعب. والنهارده نازلين تكسروا ارادته، انتوا زعلانين ليه؟ شعب خرج 30 مليون قال له مش عايزينك، قال له ارحل، قال له انت ما انتش عادل، قال له انت ما اهدافك مش نبيله، انت اهدافك لجماعتك. ده المشهد اللي احنا شايفينه على كوبري اكتوبر، واعتقد ان الحق سينتصر وربنا هيبين مين الظالم ومين المخادع ومين اللي بيستغل الدين علشان يقول الاسلام. فين الاسلام يا دكتور مرسي؟ فين الاسلام يا مرشد؟ يا مرشد الجماعه، فين الاسلام يا مهندس خيرت الشاطر؟ فين الاسلام في البلي اللي مسكوه عندكم والنبل اللي كنتوا بتضربوا بيها الناس؟ اللي كنتوا بتقولوا الجبابره جايبين نبل. كنتوا حاطين البلي والنبل عندكم ليه في مقر الجماعه؟ كنتوا جايبين اجهزه تنصت ليه؟ والاسلام بيقول ان في تنصت على الناس؟ في هتك استار واسرار الناس؟ هو ده الدين اللي بتتكلموا عليه؟ ده الشرع اللي بتتكلموا عليه؟ المشهد مؤسف جدا، نناشد قواتنا المسلحه ونناشد الشرطه المصريه ان تفصل بين المصريين، بين من اعماه بصره وبصيرته وضميره وصدق
كلام الاخوات. من شويه كنت شايف في احدى المحافظات بيهتفوا رافعين علم المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه على راسي، بس علامه مرفوع هنا ليه في وقت زي ده مع بعض من ينتسبون الى الاسلام، ممن يحرفون الكلم ويفسرون حسب اهوائهم. اللي يستخدم سلاح في عرفكم يا جماعه يبقى ايه؟ يبقى ارهابي ولا مناضل؟ اللي بتسموه قتال، انتوا بتقتلوا مين؟ بتقتلوا ناس عزل بيقولوا يسقط يسقط حكم المرشد؟ هو ده الجهاد في الاسلام؟ ما عملتوش كده ضد العدو، ده اسرائيل زعلانه على الدكتور مرسي. اللي زعلانه على الدكتور مرسي مين يا جماعه؟ الامريكان. اوباما بيلعب، قاعد يقول جمله كده وجمله كده. في تحالفات، لما تقروا التاريخ ايام ما كان اوباما سيناتور كان عنده دعم اخواني ودعم مادي، كان هناك اختراق للمؤسسه الامريكيه. عشان كده البنتاجون والكونجرس النهارده بيقول له اوباما انت بتتحرك غلط، انت ما بتبصش للشعب، انت بتناور. وهقول لكم قالوا له ايه. واسرائيل بتقول لك احنا قلقانين، يعني مرسي كان موفر لنا الامان، الصديق العزيز الوفي اللي كان بيتمنى الرخاء لبريز، الرخاء ولدولتكم العظيمة، الرخاء والعز. الكلام لو أي حد قاله في يوم من الأيام كان دخل مزبلة التاريخ. ده اللي قاله مرسي، واللي نتنياهو النهاردة طالع CNN بيقول لك إن مرسي كان حليف استراتيجي، وإحنا قلقانين من الإرهابيين. ما قالوش بس اللي جابهم مرسي ولمهم من بره عشان يحموا شرعيته، فقعدهم في سينا علشان لحظة زي دي، عشان يقتلوا جنودنا وظباطنا، عشان يحاولوا يحتلوا مديرية أمن، عشان يحتلوا وحدات جيش، عشان يقتلوا ظباط وجنود. اللي زي دول يعملوا أي حاجة علشان كرسي العرش، كرسي مصر، عشان يغزوا بيه العالم وهم واهمين. أنتوا ما تقدروش تتحركوا في مصر. أيوه كده بدأنا نشوف قوات أمن نزلت على كوبري أكتوبر، ولا دي خوذ؟ دي مش قوات أمن، ده الشباب. شباب بيحتموا في حواجز. دي أعداد كبيرة من الشعب المصري والمتظاهرين اللي رايحين ميدان التحرير يواجهوا أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي، اللي خلعوا شعبه بإرادة، كما خلع محمد حسني مبارك، خلع محمد مرسي ب30 مليون واحد في الشوارع. بيقولوا لا انت مش هترجع، انت بتحلم، انتوا واهمين يا جماعه. اللي قلقان او مش قادر يفهم المشهد، انت عندك دوله واللي يفقد، انتوا متخيلين؟ طيب رجعوا محمد مرسي يا جماعه، عايز اعمل معاكم سيناريو قبل ما اكلمكم في الفلوس والخير اللي جاي. تعالوا نفكر كده، رجعنا محمد مرسي، هيحكم مين؟ في 30 مليون خرجوا للشوارع قالوا له احنا خصومك ليوم الدين، انت ما ينفعش تحكمنا. في جيش، في شرطه، في قضاء، في اعلام قالوا له احنا مش عايزينك. مؤسسات الدوله بالكامل قررت انها ما تتعاملش مع الدكتور محمد مرسي. هيرجع رئيس لمين؟ مصدر قضائي بيقول لCBC ان النيابه أخلت سبيل سعد الكتتني ورشاد بيومي في قضية التحريض على قتل المتظاهرين بميدان النهضة، وما زال رهن التحقيقات معهما في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث المقطم. يعني هم أخلوا سبيلهم في قضية، وفي قضية تانية لسه ما زال بيتم التحقيق معها. المتحدث العسكري للقوات المسلحة صرح وقال لم يتم الاعتقال السياسي لأي شخص منذ ثورة 30 يونيو المجيدة، وأنه كل ما نشر عن اعتقال أحد من أي تيار سياسي غير صحيح، كل الموجودين موجودين بأوامر ضبط وإحضار من النيابة. ومنذ قليل تم القبض على السيد حازم أبو إسماعيل، كان في بيته. قوات من العمليات الخاصة توجهت إلى منزله في الدقي وضبطت معه حقيبة مليئة بمئات الآلاف من الجنيهات. بعض المصادر قالت لنا انهم 1.5 مليون، وبعض المصادر قالت ان المبلغ ضخم لسه بيعدوه، وكان معاه شقيقه، وتم نقله الى سجن المزرعة في ترى، وتم اخلاء سبيل اخوه، خدوه في عربية الشرطة ونزلوه في الطريق.
اخوه مش مطلوب في حاجه. النيابه كانت امره بضبط واحضار السيد حازم ابو اسماعيل، وتم القبض عليه منذ يقرب من ساعه، وتم ايداعه في السجن بالفعل، تم ترحيله لحين عرضه على النيابه. النبل شغاله، لما تشوفوا النبل تعرفوا مين اللي عنده النبل بقى. ما انا قلت لكم كانت فين، ازاي لحقوا بشويه. لم يتم حبس اي شخص سياسيا، ولا يوجد معتقل سياسي واحد من اي تيار داخل السجون السياسيه المصريه، والتصريح للمتحدث العسكري للقوات المسلحه، وقال نتطلع الى تحري الدقه فيما تنشره وسائل الاعلام حول وضع الحريات في مصر. كما صرح المتحدث العسكري للقوات المسلحه انه لا صحه لما تناقلته بعض وسائل الاعلام الاجنبيه عن قيام قاده القوات المسلحه بالضغط على الفريق اول السيسي لسحب بيانه. غير صحيح يا جماعه، الجيش المصري موقفه ثابت، الجيش المصري لم يكن له قرار فيما حدث سوى الاستجابة لصوت الشعب. ده صوت شعب، مش صوت مجلس عسكري ولا قيادة عسكرية ولا جيش. الجيش استجاب لنداء هذا الشعب. الجيش حس ان البلد بتتباع، حس ان البلد بتتهان، حس ان البلد بتتقسم، حس ان البلد بتتسرق، حس ان البلد بتموت، حس ان البلد ما عادش فيها اكسجين، حس ان البلد كلها حزينة، حس ان ليلنا طويل ما بملوش نهار، حس ان احنا مش لاقيين اكسجين، حس ان مفيش حريه، حس ان بيحبسونا في اوضه ضلمه وبيقولوا لنا احنا بس اصحاب الحق، حس ان مصر كبيره قوي على اللي بيحكموها، حس ان الشعب ما عادش قادر ونفسه يعيش، حس ان الشعب رافض شغل البلطجه اللي انتوا شايفينه، والسيوف والقنابل والمولوتوف والبنادق والطوب والحجاره. جبتوا الحجاره منين يا اخوان؟ جبتوا الحجاره منين وجبتوا التنظيم ده منين؟ عرفتوا ان انتوا اللي بتعرفوا تعملوا كل حاجه؟ الشعب ده بيعرف يخرج في مظاهره ويقول سلميه سلميه. انت بتعرف تدي اشارات عكسيه، تشاور من بعيد وتقول لهم انزلوا بس انا هقول سلميه. هو ازاي السيد المرشد وصل النهارده لرابعه العدويه؟ لو لاحظتم في كلمه عصام العريان وهو بيتكلم، انا هقول لكم اللحظات للاسف مش عارف الزملاء قدروا يوفروا اللقطات ولا لا، كانت على قناة الجزيرة مباشر اللي بتنقل، ومحبة الجزيرة مباشر وحنية الجزيرة مباشر. عصام العريان بدأ يقول في عربية إسعاف وسعوا، في عربية، ما قالش إن في مصاب، خدوا بالكم طول الكلمة، في عربية إسعاف وسعوا، في عربية إسعاف وسعوا. كان في عربية إسعاف بالفعل ووسعوا، كان في عربية الإسعاف حد لابس نقاب وسعوا للعربية، نزل من العربية بعد ما شال النقاب مرشد الإخوان المسلمين، متهرب في نقاب داخل عربية إسعاف، والسيد عصام العريان قاعد يهتف وسعوا لعربية الإسعاف بدون ما يقول عندنا مصاب عايزين نلحقه، أصل هيتصاب في إيه؟ مفيش إصابة، دول أهل وعشيرة مع بعض. نزل المرشد، خدوا بالكم ساعة ما شافوا الطيارة فوق عادي عادي يهتفوا، لكن ساعة ما الطيارة قربت قلقوا، وقف المرشد فترات قال يعني هتستهدفه، وتلفوا حواليه يداروه، قعد وقت لحد ما رجع اتكلم تاني، اصله ما بيخافش، وجيش مصر مش ممكن هيضرب رصاصه على مصر يا مرشد الاخوان ابدا. وخرج المرشد بعربيه الاسعاف تاني، بس الطياره كانت بتصور، الطياره كانت رصده كل شيء، الطيارة بتأمن زي ما كانت بتصور في التحرير، بتصور عندكم وبتأمن، هتأمنك يا مرشد وهتجيبك بطريق قانوني، والشرطة اللي هتجيبك عشان تسأل انت بريء، اخرج متهم، دافع عن نفسك، حقك، دي دولة القانون. قلقان ليه؟ قلقان ليه وداخل في إسعاف مستخبي وخارج في إسعاف مستخبي؟ ليه يا سيادة المرشد العام؟ عشان انت عايز تعمل ايه؟ عشان كنت بتولعها؟ عشان عايز ترجع مرسي؟ مش هيرجع، وحياة هذا الشعب ما هيرجع، وهذا الشعب هيفضل يدافع عن حقه طول الوقت، حقه في الحياة وحقه في الحرية، عشان انتوا ضيقتوها علينا. عايز اقول لكم بيقولوا عليهم ايه بس. طبعا شفنا ستات، وشفنا ستات كاسيات عاريات، دول سوريات كانوا مطلعينهم على المنصة. الرئيس السابق بيلقى دعم فتيات سوريا الحسنوات.
بيان جبهة الإنقاذ بيدعو المصريين. إيه ده؟ دي اشتباكات فين؟ دي في اسكندرية، وشايفين في إصابات أهو. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. يا مصريين ما تقتلوش المصريين، يا إخوان ما تقتلوش المصريين، كفاية مذابح. مش هيرجع على دم الشعب المصري أبدا، عمره ما هيرجع على جثث مصر، على جثث الملايين. مرسي مش هيحكم تاني، مرسي مش هيحكم تاني. انتوا تاريخكم بينتهي، انتوا بتنتهوا، انتوا دمرتوا اجيال من الاخوان تحملت الكثير وكان عندها حلم انها تقدم مشروع بجد. انتوا ظلمتوا اجيال كتير وظلمتوا ناس ضحت كتير. انتوا حسن البنا بريء منكم. طبعا انتوا عارفين ان جماعه بيت المقدس وطلعت بيان امبارح اطلقت صواريخ جراد على مدينه ام رشراش المحتله ايلات من داخل اسرائيل، وده اللي افزع اسرائيل وقال لك الناس دي كانت حلوه معانا. ده ايام مرسي كان معيشنا في نعيم، لا جهاد بيضرب علينا ولا بتاع، ده احنا كنا اخوات. هيشيلوا مرسي والجيش بيدعم الشعب وهيعملوا ديمقراطيه بجد؟ لا 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 لا، احنا عايزين الفاشيه الدينيه، احنا عايزين مرسي هو اللي بيعرف يتكلم مع الارهابيين، مع الجماعات الجهاديه دي، بيسمعوا كلامه، بيقول لهم اضربوا او ما تضربوش. قال لهم انا جبتكم من ترابوره وجبتكم من النهارده كان في مظاهرات في افغانستان لمحمد مرسي، وفي طالبان بتؤيد شرعيه محمد مرسي، طالبان بتعرف الشرعيه. وانا كل ما بتكلم بقول لكم انا رقبتي جاهزه بس فدا البلد دي، ومش هقول غير اللي لصالح هذا الوطن. عايز اقول لكم طبعا حرقوا نقطة شرطة المنصورية، واقتحم مجموعة من أنصار رئيس المخلوع مطرانية الأقباط الأرثوذكس في الأقصر، واعتدوا على أهالي في طنطا في الغربية. لن نسمح بوصول متظاهر النهضة. طيب الطرف الثالث، الطرف الثالث عيني عينك، عرفتوا من الطرف الثالث؟ أيمن الزهاري زعيم تنظيم القاعدة بيقول لك إن الإخوان تحالفوا مع الكفرة لإنجاح مرسي، وبيهاجم الجيش المصري طبعا، يشتمش. أنا بس بجيب لكم الأزهر مقدم مجموعة من النصائح المهمة جدا لإزالة الاحتقان ووقف كل أعمال عنف والتكفير والتخوين، وبيقول إن الفترة الانتقالية لا يجب أن تزيد عن 6 أشهر، الإفراج عن جميع القيادات الحزبية وبينهم مرسي، التفريق بين التدين والتطرف. 1، قال اجتمعت كلمة الأطياف الوطنية المصرية السياسية والفكرية والدينية على ما تضمنته وثيقة الأزهر الأولى بعد ثورة 25 يناير، على أن الدولة التي يريدها الشعب المصري وتؤيدها الشريعة الإسلامية هي الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، والوضع المؤقت الذي بدأ يوم 4 يوليو الجاري وأفضى إليه الحراك الشعب الأخير وارتأت معظم القوى الوطنية ضرورة اتخاذه، يوجب علينا أن نذكر بأن الضرورة تقدر بقدرها، وينبغي ألا تزيد الفترة الانتقالية المؤقتة عن 6 أشهر يعدل فيها الدستور وتجرى فيها الانتخابات النيابية والرئاسية في نزاهة وشفافية للعودة إلى الحالة الطبيعية الديمقراطية الدستورية التي ارتضاها الشعب. يطالب الأزهر بالإفراج عن بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والنشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية، وفي مقدمتهم الدكتور محمد مرسي، ليعيش بين أهله وبنيه، وتعويض أسر الشهداء الذين لقوا مصرعهم في ميادين مصر من كلا الجانبين باعتبارهم وطنيين مصريين مهما اختلفت آرائهم ورؤاهم. لابد من مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية من أن تكون مبنية على أن مصر حقا لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي، وتتوقف بعض وسائل الإعلام عن صناعة الكراهية والتحريض، كما يدين الأزهر غلق بعض القنوات الدينية وغيرها رغم اختلافنا مع أسلوب خطابها. ولا بد من التحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورطين في سقوط الشهداء 20 الذين قتلوا على أقدام تمثال نهضة مصر لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السلمي الذي أجازه الأزهر لعموم المواطنين وكذلك سائر الضحايا في مختلف
محافظات مصر ومدنها ايا كانت انتماءاتهم ومشاربهم. يعبر الازهر الشريف عن ألمه البالغ لما قامت بعض العناصر المنحرفة من مطاردة الملتحين والفتيات المنقبات في عاصمة مصر قلب الإسلام ذات الألف مئذنة. ده كان زمان، ده أكتر من ألف بكتير يا مولانا. ومقر الأزهر الشريف أو الاعتداء على جنود الجيش المصري أو رجال الشرطة، ولابد من التفرقة بين المتدينين، وكل أفراد شعبنا متدينون بحمد الله، ومن يتبنون وسائل الإرهاب والإجرام منهجا في مواجهة الجماعة الوطنية. لا محل لأي إجراءات استثنائية في مصر الثورة، والعالم كله يموج بالديمقراطية، وحتى الدول التي تتمتع حقا بالديمقراطية في أوروبا وأمريكا تشهد حراكا متناميا، وليست مصر الثورة استثناء من ذلك. إن أكبر نتائج ثورتنا أنها كسرت حاجز الخوف، وعلى الجميع أن يضعوا ذلك في اعتبارهم، فشعبنا شعب أبي ليس أقل حرصا من الحرية والديمقراطية من الآخرين. 5، يجب ألا تكون هذه الحالة الضرورية المؤقتة سابقة لسيادة في الحكم لغير الشعب من خلال الدستور والقانون، لا لهيمنة سلطة أو طيار يغير الحكومات والسلطات دون أساس من الشرع أو الدستور أو الديمقراطية، فجيشنا الوطني يعرف مهمته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن، فللسياسة رجالها كما أن الحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أن العلم أهله، ونشد على يد جيش مصر الوطني حرصه الشديد بل وإصراره على أن يبتعد عن العمل السياسي رغم محاولات البعض استدعائه إليها بل وننأى به عنها. التأكيد على حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة في المشاركة السياسية والعمل في النور، والسلطة مسؤولة عن حمايتهم جميعا ووأد كل أساليب التحريض وصناعة الكراهية بين قوى الشعب السياسية وأطيافه الفكرية لتحقيق السلام الاجتماعي والحفاظ على الحرية. ينبغي إعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية وسائر اللجان المعلن عنها على الجماهير الوطنية في أقرب وقت بشفافية كاملة ليبدوا رأيهم في مدى ما يتمتعون به من حياد ومصداقية. وكذا المبادرة إلى تشكيل حكومة الفنيين التكنوقراط غير الحزبية لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام حتى تسود الديمقراطية والمدنية أرجاء البلاد. يجب أن يكون تشكيل لجنة مراجعة مواد الدستور التي يتفق على تغييرها أو تعديلها معبرة عن المجتمع المصري بكافة ألوانه دون إقصاء أو استبعاد، ولا تترك لأفراد بأعينهم، فنحن في عصر الديمقراطية والشفافية على ألا تمثل المواد المتعلقة بهوية الدولة ومقومات المجتمع وخاصة مواد الشريعة الإسلامية ومادة الإخوة غير المسلمين. 10، يجب وقف أعمال العنف من كل جانب وتجنب دعاوى التكفير والتخوين واحترام الدم المصري الذكي واستعمال الأساليب السياسية وحدها في حل النزاعات السياسية حتى لا تعقب أخطارا لا يمكن تلافيها على المصالحة الوطنية. هذا موقف الأزهر وكلمته المسؤولة لجميع المصريين إبراء بذمته وقياما بواجبه الوطني الذي التزم به على مدى تاريخه ولن يحيد عنه في حال من الأحوال، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا كان بيان الأزهر. هطلع فاصل، بعد الفاصل هقول لكم الرأي العام العالمي بيقول إيه، ثم أحدثكم عن صندوق مصر، صندوق شعب مصر 30/6 لكل المصريين. هقول لكم جمعنا قد ايه، وفي ناس هتدخل معايا تعلن تبرعات، وفي رجال اعمال قالوا لي انهم هيحطوا بالفعل من يوم الحد مبالغ قد ايه، بعد الفاصل ان شاء الله.